المركز الأول لعامر بن راشد بن سعيد البريص المري مع المركز الأول، ولكن تقدم من قبل مرهي مع المركز الأول. سعيد بن محمد بن حمد الفهيدة المري تقدم إلى المركز الأول. المركز الثاني شعار بن راية، والمركز الثالث القادم الراهب بشعار محمد بن علي المري هو القادم في هذه اللحظات. والمركز الرابع هو تابع الوصول من سراب لصافي بن منصور الشمري، والقدوم والوصول من شعار حمد بن عبد الله بن حمد آل عويره الكربي مقدما لنا سياب. بالمركز الخامس نعود إلى المركز الأول، إلى شعارك يا بن عايض مع المركز الأول. يقدم لنا الراهب مع المركز الأول محمد بن علي الفهيدة المري يتقدم مع انطلاقة شعاره واندفاعة الراهب بالمركز الأول. المركز الثاني القادم سياب حمد بن عبد الله بن حمد آل عويرة، والقدوم والوصول من شعار فهيد بن طالب بن علي الفهيدة مع انطلاقة مبهر، والقدوم بكل قوة من شعار حزام بن زيد بن محمد بن انديله مع انطلاق وذنان، والقادم بكل قوه سالم بن محمد بالقرين العامري هو القادم مع بواج. ولكن نعود الى مقدمه الشوط، إلى المركز الأول. الراهب مع المركز الأول محمد بن علي بن حمد الفهيدة، ولكن شعار البطل حضر في هذه المنافسة، حضر في هذه المعركة مع انطلاقة شعار بن جبران. هذا اللي ما منه أمان، يتقدم الصداوي وماركة الصداوي سالم بن جابر بن محسن الجربوعي. شعار العامري قادم مع بواج هو القادم مع المركز الثاني، ولكن الصداوي الله 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 الصداوي بالأمتار النهائية. يا سلام، يتقدم بن جبران، يتقدم شعار النجوم مع المراكز الأمامية في المحافل الكبرى. يظهر هذا الشعار، يظهر شعار بن جبران سالم بن جابر بن محسن الجربوعي، ولكن بواج والأمتار النهائية. سالم بن حمد بالقرين العامري معركة ثنائية مع آخر الأمتار لمن الانتصار في هذا المسار. بواج والصداوي، الصداوي بواج لمن النوماس، لمن الانتصار، ولكن بالقرين عند الامتار النهائيه. تهانينا والنوماس لسالم بن حمد بن محمد بالقرين العامري على فوز كلاش بالمركز الاول. المركز الثاني الصداوي سالم بن جابر الجربوعي. المركز الثالث وصل شعار حزام بن زيد بن محمد بن انديله مع وذنان. المركز الرابع من نصيب المسرج لعامر بن راشد بن راية، والمركز الخامس شعار سعيد بن حمد بن مصلح الأحبابي. نعود بالتهاني والتبريكات لمالك هذا البطل سالم بن حمد بن محمد بالقرين العامري، من قدم لنا شعاره ومن قدم لنا كلاش بالإنجازات وبالبطولات. يكرر هذا الإنجاز في هذا المهرجان. تهانينا يا العامري. والتوقيت الزمني 3:09 و78 جزء من الثاني. المركز الثاني الصداوي والتوقيت الزمني 3:10 و19 جزء من الثانية. بينما المركز الثالث حضر في هذه اللحظات وذنان بشعار حزام بن زيد بن محمد بن محسن بن ديلة 3:10 و78 جزء من الثانية، توقيت صاحب المركز الثالث في هذا الشوط. نعود بالتهاني والتبريكات لمالك كلاش سالم بن حمد بن محمد بالقرين العامري، من قدم لنا شعاره عند الأمتار النهائية لينتزع نوماسي هذا الشوط. تهانينا وألف مبروك لأبناء الإمارات على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار والحضور المشرف. تهانينا وألف مبروك.